دابا دويت مع الريسبسيون ديال لوطيل قلت لهم باغي طاكسي اللي غادي يمشي يوصلني واحد الساعه ديال الطريق عنده ساعه ديال الطريق غادي يوصلني واحد البلاصه ناخذ فيها التصويره وديني لبلاصه اخرى بعيده عليها بنص ساعه ناخذ فيها التصويره ومن وراه يضرب بيا شي ساعه ونص ديال الطريق باش يوصلني للمطار تصور شحال طلب طلبوا لي في الطوطال كاع 45 دولار سي غيان صاحبي فهمتي وهذا راه الطاكسي طلبتيه من لوطيل من الريسبسيون ديال لوطيل ماشي طلبتيه زعما طاكسي من على برا يعني كان غادي يكون رخص هذا طاكسي من لوطيل 45 دولار فكيت صاحبي الحيط رخيصه بزاف صافي ما عندنا ما نديرو لبسنا لبسنا السبادريا بلا تقاشر تقاشر هما فاسدين حتى نهزهم نديهم معايا ما تخليش واحد اخرين تزرفو حتى واحد الفرنسي حتى هو قلت له رد بالك راه تما فاس حتى هو ما تزرفش ياس مشينا جبنا تقاشر جداد مع كنا عرقنا قتلنا قاميجا دابا حنا واجدين الستاد اللي كنا شرينا في بانكوك مع الشحن سرت في الغدا بقيتي كندور ودابا غادي للمطار بقى الطياره ديالي ساعه و40 دقيقه باش ما نمشيوش عند الشناوي يقول لك منين انت تقول لي من المغرب نوليو مشوين بالمغرب واصل عنده عرقان وانت ماشي هو هذا فهمتي مشيت قلت ليه باش خاصني شي حمام قبل ما نمشي للمطار ما كاينش في الكالتر ديالهم الحمام قلت ليه يلاه نمشي نشد طوطل شتي طوطل ب 20 دولار بالزربه دوش ثاني واجد نمشي دابا بزاف ديال الاخوان صيفطوا لي قال لك شكرا بزاف على دوك المعلومات اللي عطيتي على سريلانكا سيرتو ما كناش عارفين راه العالم داير بحال هكاك ما كناش عارفين اسمنا داير بحال هكاك ما كناش شي صحابنا سريلانكا دايره بحال هكاك صاد باقي ما قلت لك والو باقي ما بارطاجيت معاك حتى حاجه حتى حاجه هذاك الشيء اللي قلتي شويه من بزاف خصك صاد من الشيء اللي كنبغي نعلمك انايا هو خاصك تمشي تحرك خاصك تمشي تكتاش راه كاين لي زوبورتونيتي بزاف في العالم الا كنتي مفكراني معتمد على امازون بوحدو فهاد الشيفر اللي دايرين في 2018 راه كتفلى على راسك وجامي تغرنا شي واحد فاتك ولا دار كثر منك ولا كذا لان فهمتي السوق كيتشبد انا كنعلم كيفاش تبقى تمشي مع اي سوق في اي لحظه في اي زمن في اي مكان تبقى خدام وما عمرك ما غادي تمشي بحالك وما عمرك غادي تموت لان فهمتي كانوا ناس فايتيني وباقي فايتيني منهم واحد الدري صديق ديالي اللي كنحتارمو ليومين هذا هو ولد كازا الدري فايتني بزاف فهمتي الا جيتي دويتي على اللايف ستايل وكلشي فايتني بزاف فهمتي عنده داك اللايف ستايل اللي كتحلم به ولكن داكشي كان يمر حالي حاليا مبقاتش يدخل التاريال حاليا كيجي كيستاشر معايا تيقول لي شنو ندير اخا السمو كنقول ليه سير دير هادي تيقول لي لا وهادشي بزاف وفيه تمارة لانه كان عاش فواحد المرحله كان عنده دي سيت ديال ستريمينغ وكان ضارب الفلوس وكان فهمتي داكشي ساله وحاليا تيعاني يقدر يبان لك انايا في الزمان تقول لي اه انت كنت في السي بي وكنت مخبع على ربي ما كنتش كندير هادشي اللي كنت ندير حاليا دابا الارقام ما كنتش كنديرهم حاجه اخرى تقول لي واحد خونا مخبع من ربي السي وتيدير كثر منك واه راه كاينين بزاف ولكن كيسالي داكشي لان السوق ديما كيتبدل ماشي بحال اللي كنتي كتسافر وانت اللي كتصنع السوق ملي كتولي كتصنع السوق كتولي كتشد السوق فهمتي حاليا راه في الطيرون غادي طوبات ماتش مزيان وصعيب شي واحد ينافس بحكم ما شنو حكم الريغوليشنز اللي حاطه الحكومه ديالهم صعيب اي واحد يدخل المارشي ما نحتاجش نوصلكم عاوتاني واحد جوج سيمانات ثلاثه غادي نمشي للشينوا تما ما كاين لا انستغرام لا فيسبوك لا جوجل كاع هادشي منع الحكومه ديالهم ممكن تيليشارجي بروكسي ولا في بي ان وتخدم ما باغيش ندير هاد القطعه هادي وقلت في المناسبه انها مزيان يلا طلعوا لي فراسكم ما تحتاجوش نقول لكم الخدمه جوج سيمانات ثلاثه عطيتي على الخدمه غادي نرجع غادي نلقاك افونسيتي ومشيتي بعيد ان شاء الله واللي ديجا خدام غادي يكون ديجا افونسا مع جوج سيمانات ثلاثه كافيه باش تزيد افونسي في حياتك مزيان بزاف ديال الاخوان تيقول لي اخويا السيمو راه كاين في بي ان في الشينوا وديك الساعه تقدر تدخل انستغرام وديك انا الاخوان اللي ما باغاش ندخل السوشيال ميديا باغي نقابل خدمتي ديك الساعه وباغي نبقى كوميتد فوكس ديديكيتد للخدمه ما عندي حتى شي حاجه كوميتمنت اند ديديكيشن للخدمه ما كاين حتى حاجه